باشمهندسين، احنا كنا عايزين نرمم المسجد ده بس من غير ما نغير في التراث بتاعه ولا نغير في شكله. المسجد فيه حاجات كتير مميزه، بس انا حاسه انه هيكلف كتير قوي التجميل بتاعه. ايوه ده فعلا، بس تاريخ المسجد يستاهل. كنا ننزل على الارض. فين الفلوس؟ فين المخططات؟ فلوس شيكات، مخططات وتوكات. يعني مفيش فلوس مفيش مخططات. يعني ايه شربيني؟ كلم رئيس العصابة قال له الو، المخططات بقت اوتوكاد والفلوس بقت شيك. المخططات بقت مميتنا.